بعض أنصار الرئيس اتهمكم أنتم، اتهم النواب، اتهم أحد أعضاء كتلة التنمية والإصلاح. إذن أنتم في دائرة الاتهام، اتهم أيضا الإعلام الفاسد واتهمني أنا واحد من الإعلام الفاسد، أنتم أيضا متهمين. ماذا تقول في هذا الجانب؟ أخي الكريم، أنا دعني أقول بالبداية، يعني في هناك من هو مسير، من هو مأجور مدفوع له يوميا، يظهر على الفضائيات، ما أريد أن أسمي الآن لا فضائيات ولا أسماء، يعرفونها الكويت مرارا وتكرارا، كشفناهم وسميناهم بأساميهم اللي يستحقون. لكن خلني أكلم العاقل اللي قد يخدع بمثل هذا الكلام، لا المحب اللي لنا ولا اللي هو من صنيعة خصومنا ومعارضينا وعلى رأسهم الرئيس. أنا أقول يعقل أن نواب مستجوبين رئيس الوزراء الآن 11 مرة، نواب الليل والنهار يتكلمون دفاعا عن بلد وعن حقوقها وبصوت عالي وبوضوح وإلى درجة اتهامات وصلت القضاء، يعقل أن لو عندهم شيء ما يعرضونه علينا، ما يطلعون وثائقة؟ أما اللي يعني لمحت له في السؤال، ما هو أنا قلتها من قبل، قلت مع الأسف هذه آثار أموال الدفيعة تظهر على لسان النواب القبيضة. والله مثل ما قال مرة مسلم البراك، والله لو عندهم شيء كان شفتهم في ساحة الصفا هم وحنا، الحين هم مو يملكون هذه القنوات، مو يملكون هذا الإعلام، ومو يملكون هذه الأدوات. عطني وثيقة واحدة عرضوها تثبت على نائب ما. والله أنا ما أريد الآن أن نتوسع في هذا، لكنك لأنك سألتني الواحد يعني صار الواحد جمع حتى وثائق، لأن بدأ بعض العوام، بعض الناس الأحبة، بعض المخلصين، بعض الصادقين بكثر الزن وإعلام موجه ومنهج، بدأ ويشوفنا ما ندافع يقتنع. وحنا قصدنا من عدم الدفاع، ما نريد أن نحول الأمور إلى ذواتنا، نريد أن ندافع عن بلد. هذا ما دعاني أبو علي، يمكن أنا بوجه الكلام حتى للمشاهد، هذا ما دعاني يعني تجربة نائب أحمد سعدون عندما اتهم بالمكلسن المكلسن المكلسن ورددوها بشكل مستمر، رسخت في ذهن المشاهد على اللي سماهم أبو علي العوام، الناس البسطة اللي يقرون بعض الصحف ولا يدرون شنو مصداقيتها، ما يدققون، إلى أن رسخت بعد ما شكلت لجنة التحقيق، تبين أنه الرجل هو اللي أكثر واحد هاجمها، أكثر واحد هاجمها، لكن وسائل الإعلام لا، ورجل يترفع عن رد. نفس الموضوع، ترفع الدكتور فيصل المسلم إلى أن راح وطلع وثائق، حنا حصلنا على الوثائق هذه اللي تكشف اسم، تكشف منهج فيصل المسلم، تكشف أداء فيصل المسلم، هل هو مستفيد أم هو مستفيد. وثائق حصرية راح ننشرها لكم في برنامج توك شوك على قناة اليوم، راح تعلمكم من هو فيصل المسلم، هل هو فعلا يمتلك. يتكلموا عن قطعة ستة في خيطان، يتكلمون عن مسجد، يتكلمون عن أملاك والدة الله يحفظها، يتكلمون عن نبي نشوف هذه يعني الأمور، هذه الاتهامات هل هي صحيحة أو لا. يعني إحنا إذا أخذنا في هالإطار النظري، كل واحد أجل متهم بإطار نظري، يبقى قضية اللي عنده حجة يجيبها لنا. إذا في اتهام محدد، أنا على استعداد الآن على الهوى، سم لي من تشاء من اسم من شخص وأقول لك ردي عليه. اتهمت في قطعة ستة في خيطان تحديدا. طيب أنا تثمين خيطان وتثمين قطعة ستة في خيطان. أخي الكريم، قطعة ستة في خيطان بس على أساس سريعا، هو مشروع حكومي تدري، هو مشروع البلدية في معالجة مشكلة العمالة العازبة في خيطان، وحنا أخذناه وأيدناه كنواب ووقعنا عليه كل النواب في مجلس 2008 9. ثم بعض الإخوان أراد يعني رأى رأي آخر في قضية أن تغير، وهذا حقه وهذا هو يدافع عن رأيه، أن تغيرت المعطيات ولذلك أن صار الحكومة تأخرت لا يريد تنفذه، تم توسع في بناء العمارات الاستثمارية لذلك سيكون مكلفا، سحب نفسه. فلذلك جئنا بالمجلس اللي بعده وقدمنا المقترح الآخر بعد ما صار أن الحكومة بإجراءاتها بسوءها قررت أن تجعل خيطان عمالة عازبة، منطقة عمالة عازبة، وتغيرت المعطيات لذلك رفضنا تأييد مقترح الحكومة. تخيل البلدية، أنا سبقا عرضته، مقترح حكومي، لجنة من 9 وزارات خدمات هي اللي قررت مشروع قطعة 6 في خيطان، وحنا سندناه في اقتراح برغبة. ثم لما صار الأمر جينا في المجلس الحالي وقدمنا اقتراح، أنا والأخ ناجي والأخ وليد الطبطبا والأخ أحمد السعدون، في اقتراحين لتثمين قطعة 5 و10، القطعتين الوحيدتين في خيطان للعوائل الكويتية. أصبح الأمر معكوسا، 7 قطع كلها عزاب وما بقي إلا قطعتين. فاليوم أثرنا وأقل كلفة على الدولة، وحق الكويتيين في خيطان يأمنون كما يأمن الكويتيين في كل مكان بأن يعالج أمره كما عالج من سمو الأمير، يعالج أنه يبتعدون عن العزاب، يطلعون مثل ما عالج سمو الأمير القطعتين اللي في جلب الشيوخ الأخيرتين
اللي فيها الكويتيين بتثمينهم بمبادرة سامية من سمو الأمير. لذلك طالبنا سمو الأمير واليوم نجدد المناشدة بأن هذه الحكومة لن تحل مشكلة المواطنين في خيطان إلا بتوجيه سامي من قبل سمو الأمير. لذلك قطعة ستة اللي زعموا أني على أساس أني بثمن فيها واللي أبي عشاني مثل ما قلت حتى في مسجد أيضا هذا بثمن مسجد في خيطان جديد. أنا يعني أقول هذا الكلام اللي يقولونه أبي المسجد هذا إيش تعليقك عليه؟ أقول لك يعني هذا الكلام اللي قالوا قطعة ستة هو مقترح حكومي ثم تبنينا ثم تركناه ثم جينا إلى قطعة الكويتين. المسجد دخل الكريم يعني شوف السخافة يعني هذا الإعلام الفاسد. أنا والله ما أريد أن أحول الآن الجزء الأخير من الحلقة يمكن أمور الدير أهم من لا مهم جدا لأن أهم من فيصل مسلم زاد الحديث عن 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 النواب المعارضة اللي صوت عالي أيضا أنا جبت هذه الوثائق لأني والله أنت تعلم وهذا الأخ المعد يعلم الأخ سعود العصفور أخونا الفاضل لم أطلع على سؤال شنو من أسئلتكم فلذلك قلت قد يثار لأن قاعد يثيرون الآن يحاولون التشويه جبت هذه الوثائق نعم. وهذه جبت الوثائق وياي أي عقل أن يطرح البعض أن أخذ بيت حكومة وهو عزوبي في بنك التصريف يقدر يعطي أحد مو متزوج وبعدين يتكلموا عن قضية والله ثمن مسجد لأبوه. أنا بفترض أني أنا عندي سلطة الحين اللي يقول أنا كأني مسيطر على رئيس مجلس الوزراء ما كأني المستجوبة أربع مرات أكثر نائب استجوبة وحتى لو لجنة التثمين تقبل تثمن مسجد عمرك سمعت عن مسجد يثمن أو مدرسة تثمن أو مستوصف يثمن أو محول كهرباء أو محول كهرباء حول الدولة ولو ثمن تهدم الحكومة تبني بداله ولا تعطي أحد فلوسه ومع ذلك وجه نائب مع الأسف نائب أداه للإعلام الفاسد كل يوم في قناة سؤال عن هذا ما يحضر اللجان الجلسات ولا يشترك في اللجان وهذا السؤال وهذا الجواب هذا هو الجواب أمامك مسجد هو مبني في أرض تعرف الشياب لما يبنوا لهم مسجد هذا في خيطان جديد على كله مو في قطعة ستة في خيطان جديد بنى أحد المواطنين في أرضه مسجد وقرت الأوقاف طوال هالمدة ومشت له ولذلك اللي ثمنت أرض المواطن هذا اسمه وهذا تثمينه وهذه لجنة التثمين اللي هو يقول أبوه كان في لجنة التثمين هذا أعضاءها والوالد لم يكن عضوا في لجنة التثمين وهذا المسجد تثمين أرض حكومية لمواطن باسمه عسى الله يغفر له طيب أنا هذه عندك أمام المواطن وأنا أحطها بالتويتر عموما هذه الإجابة الرسمية لسؤال أنا أيضا بعرضها للمشاهد وأيضا عندي أوراق اللي قلنا لكم عنها قبل شوي بأنه في أوراق أصرينا أن نأخذها من الدكتور فيصل الدكتور فيصل قال أنا بس بوريكم إياها لأن متوقع أنكم تسألون على الاتهامات مال الاتهامات اللي زادت في الآونة الأخيرة أصريت عليه أن لازم نشوف هالمشاهد قلت له لا تكرر نفس الموضوع اللي كرر يعني غلطة نائب أحمد سعدون أنه لا ما نراد لأن الناس يعرفون الحقائق لا ما نراد إلى أن يلبس أحيانا فنفس الموضوع طرحنا على الدكتور فيصل مسلم قال هذه الأوراق عندك وأنت صاحب القرار فيها لذلك شكرا الدكتور فيصل على هذه الثقة أنا بعرض لكم الأوراق أول ورقة اللي هي لا يملك أي رخص فردية أو رخص تأمين أو شركات الاسم واضح فيصل علي عبد الله العتيبي الرقم المدني واضح أنا بحاول أحط القلم عليه ولا يملك أي رخص تجارية أيضا من ناحية العقار النائب الدكتور فيصل مسلم هل يملك بيتا أم لا هذه الورقة شو تقول هذه ورقة مختومة ما أملك حتى بيت الحكومة وموقعة حتى بيت حكومة ما عنده شوف مع ذلك يعني أكثر من فهمنا وغرر بنا أن الدكتور فيصل مسلم من مليونيري من عباقرة وأباطرة العقار شوف التاريخ خليني أشوف التاريخ وين شهر 10 28/9/2011 النائب إمبراطور العقار لا يملك بيت شوف هذه تشهد إدارة نزع الملكية العامة المنفعة العامة أنه لا يوجد أي تثمين حتى تاريخه باسم فيصل علي عبد الله المسلم العتيبي التاريخ 27/9/2011 نتمنى نواب الرئيس نواب الرئيس يطلعون هالأوراق هذه واحدة من هالأوراق هذه ما نبي كل الأوراق نبي واحدة من الأوراق هذه موجودة وعرضت وتبقى للتاريخ وللأرشيف يشوفها أنصار الرئيس ويعني يتأكدون بس من نواب المعارضة دكتور فيصل مسلم الآن تأذن لي التعليق بس لو سمحت أنا قلت لك يا أخي محمد خشية أنك يعني تسألني عن مثل هذا الأمر
بيت الحكومة اللي أخذته من بيت بنك التسليف أرجعته بعد ما صرت عضو بسنة، لأني أعرف منهجي وأعرف لما دخلت عرفت حجم الحرب اللي راح تكون، تعرف نوعية الاتهامات اللي راح تأتيك. وتكلموا عن قضية، يعني أنا بما أنك فتحت الآن هذا قضية، قالوا والده يملك قطعة ستة وبيثمن لوالده، هذه التثامين اللي باسم والدي، وأنا ما أعطيت كل الوثائق، أنا ما أعطيت كل الوثائق. نعم. هذا الحين باسم الوالد عنده تثامين من سنة 76 77، الحمد لله يعرفون أهل خيطان وأهل الكويت عائلتنا فيه. وآخر تثمين في خيطان ب 2006 ب 2006 تثمين واحد، الحين انتهينا، هذا التثامين، هذه الملكية اللي باسم والدي 12 صفحة أملاك. توني بسألك، عاد بقول يمكن من أحد أنت حط أملاكك باسم الوالد أو باسم أحد مقاربك، بس أنا بعطيك إياها أيضا 12 صفحة أملاك، ها كلها تنتهي بلا يملك لأنه خسر في البورصة وانسحبت، كل باع كل عقارة. الوحيدة اللي راح تلقى على بندها يملك هو بيتنا اللي ساكنين الآن. شلون نملك كل قطعة ستة؟ وشلون نملك نص خيطان؟ وشلون نملك كلها الآن؟ شوف خلي يوضح إذا لا يملك. لو ثبتها أبو علي بس شوف نهايتها. هي. لا يملك، شوف هذه هي. لا يملك، واضح كل واضح. لا واضح. إلا الوحيدة هذه واضح. اللي بيتنا اللي حنا ساكن. فلذلك أنا باختصار على أساس نطلع من النقطة، هذه الحكومة أتحدى رئيسها وكل الوزراء وكل مقتدر أن يستطيع أن يثبت علينا شعره من فضل الله عز وجل. بل أنا حتى يعني ويعلم إذا تقدمت لأحد في قضية التوسط ولا في مثل هالمسائل اللي الحمد لله أردنا أن ندخل مجلس الأمة لخدمة بلد وأن نضرب القدوات، لأن مع الأسف أن جينا في زمن يشوه حتى القدوة الصالحة. ولذلك من فضل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ضرب القدوات للشباب أن دخلنا وطلعنا خدمة للبلد ونعتز بها. أردنا أن ندخل مجلس الأمة لخدمة بلد وأن نضرب القدوات، لأن مع الأسف أن جينا في زمن يشوه حتى القدوة الصالحة. ولذلك من فضل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ضرب القدوات للشباب أن دخلنا وطلعنا خدمة للبلد ونعتز بها. أردنا أن ندخل مجلس الأمة لخدمة بلد وأن نضرب القدوات، لأن مع الأسف أن جينا في زمن يشوه حتى القدوة الصالحة. ولذلك من فضل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ضرب القدوات للشباب أن دخلنا وطلعنا خدمة للبلد ونعتز بها.